السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ انا عارف باللي غبرت بزاف. المهم كنت مشغول شويه مع التحوال. اليوم المهم جيت نقدم لكم هذا المنتوج. هذه كاميرا داش كام، كتجي دوريزين، كتجي كتركب هنا في الطوموبيل. انا يلا حليت هذا الكاس دوريزين ديال الطوموبيل، وهذه هي الكاميرا. هذه راه 4K، وكيجي فيها السلك ديال الكاميرا اللورانية رير كام. ها هو، وباش غدا تركب ان شاء الله غدا تركب بحال هكا بالطريقة هذه. وحيت جيت هنايا لونتاريو، كاين بزاف ديال الطوموبيلات، والمهم كلشي داير هاد الكاميرا هذه مركبها بلوتو دايرين دي داش كام الناس. وقلت مع راسي غادي نركبها بور لا سيكوريتي ديالي، و نشوفوا كيفاش كتركب. المهم انا حليت دابا هذا الكاش. هنايا كاينه الكاميرا ديال الطوموبيل دوريزين اللي كتقرا الطريق، و الى قاطع شي بيتون ولا شي كلب ولا شي حاجه باش الطوموبيل كتفراني. المهم المرحله الاولى هو انه حيدنا كما قلنا الكاش دوريزين. ملي كنحيدو هذا، كنحيدو هذا الكاش هو الاول كيكون لاصق هنا، ومن بعد كنحيدو هاد السنان هادو. ها هما دوريزين، انا نحيدو. هي البواطه راه كيجيو فيها لي تولز بحال هادي، وكيجي فيها الكاميرا ديال اللور بسلك طويل، وكيجي هاد الهارنس، كيجي هاد السلك هذا باش بلا ما تقطع سلوكه بلا والو، كتحيد هاد سلوكه دوريجين وكتخشي نيشان. المهم احنا حيدنا هاد الكليبسات، وغادي نخشيهم بهذه الطريقه هادي. غادي نخشيهم في الكاميرا ديالنا فوالا بالطريقة هادي، وبهالطريقة هاك هاهما ركبو ها السلوكة ديالنا. دابا خصنا هانتوما نزيحو شوية المرايا صافي، ونجبدو هاد السلك هذا. نطفي الطوموبيل حيت تقدر تطلع ليا تيكين جين ولا شي مشكل. نحيدو هذا صافي، ونجيبو هاد الهارنس اللي هو هاد السلك بهاد الشكل هذا. هانتوما كيما كتلاحظو هذا غادي يتخشى ان شاء الله، غادي يتخشى هنا. ها هو غيتخشى بهاد الطريقة هنا في العين. وهذا هاد السلك هذا اللي حلينا ديال العين غادي نخشيو في هاد السلك هذا ديالنا اللي جانا مع الكاميرا ديالنا. اسمحوا لي على التصوير حيت خدام بيد وحده ومن طون كنصور. ها هو الاخوان، ها هو ركب، وهذا هو السلك ديالنا ديال الكاميرا. غادي نركبوه هنايا، غادي نركبوه مع هاد السلك هذا صافي، ونثبتو الكاميرا ديالنا في المحل ديالها الفوق هنايا. اوا الاخوان، اوا السلك ديال الكاميرا، السلك اللي غادي الكاميرا هو ركبناه. دابا نثبتو هاد الغطاء في المحل ديالو وبطريقه سهله، دفعنا شويه اللور وها هو ركب كما كتلاحظوا. دابا غادي نقومو باش نخبيو هاد السلوك هادو وسط هادشي ديالنا صافي، ونخرجو السلك ديال الكاميرا الخلفيه، نخرجوه من هاد الجهه هادي بحال هكا بهاد الطريقه هادي، نخرجوه صافي، ونسدو هاد ليسباس هذا. انتم الاخوان بهالطريقه هذه انا رجعت الكاش ديال الدوريزين اللي غادي نثبتو مع
ها هو تبتو بهذه الطريقه هذه. هذا هو المنظر، هذا هو المنظر ديال الكاميرا ديالنا من الداخل. انا نصورها لكم بالزربه من برا كي كتبان، كتبان ديسكريت. ها هي كما كتلاحظوا كاميرا دوريجين ديال الطوموبيل، ها هي هي الفوقانيه، وهذه ها هي التحتانيه. ودابا غادي نجبدوا الكاميرا الخلفيه ديالنا. انا راه خديت المواصفات الكاميرا الاماميه 4K والخلفيه 1080 4K، باش بالليل كتقدر تجبد البلايك وتجبد كلشي. ها انتم كما كتلاحظوا ها هي الكاميرا الخلفيه، هذه 1080، وهذا هو السلك. دابا هذا السلك هذا ندوزوه من هنا من هنا من هنا من هنا، وغادي يمشي مع الباب، غادي يمشي غادي يمشي غادي يمشي حتى يوصل اللور وتركب الكاميرا ديالنا اللور. انتما الاخوان انا برونشيتو وخشيتو، رجعت خشيتو هنايا لداخل حيت ما بغيتش يبقى بان ليا داك التبرزيط ديال البرونشمون. ودابا غادي ندوزو من هنا من الداخل باستعمال هاد الاداه. كما كتلاحظوا الاخوان ها هو السلك، إذا كان كيبان لكم ها هو ها هو، دوزناه من هنا ها هو مبقاش كيبان، ما باينش هنايا كاع. ها هو ودوزناه من هاد البلاصة هادي، وداز من هنا من تحت اس ار اس ايرباك، وها هو خرج لينا من هنا. دونك من هنا نحيدو هاد الجلدة هادي كما كتلاحظوا، كنحيدو بهاد الطريقة باش ندوزوه من تحت البلافون، من هنا كيدوز بهاد الطريقة هادي بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا كيدوز صافي. وكنرجعو السلك الجلدة ديالنا هانتوما كيدخل هنا لداخل. من بعد ما كيدخل من الداخل ها هو كندوزوه من هاد اللعيبة ديال الايرباك عاوتاني، ها هو كيدوز بحال بهاد الطريقة هادي باش يمشي للكرسي لوراني. هما الاخوان داز لينا من هاد اللعيبه ديال الصمطه ولا الايرباك، وعاوتاني بنفس الطريقه غادي نخرجوه وغادي ندوزوه من وسط هاد الجلده هادي، وغادي نخرجوه عاوتاني وندخلوه حتى يوصل لينا الكوفر. كما قلت لكم انا دوزته من الجلده، ها هو غادي يدوز ليا من هنا من ورا الايرباك وغادي يمشي. الاخوان حنا وصلنا للكوفر المرحله الاخرى. ها انتم كما كتلاحظوا السلك ديالنا هو جاي معانا، كندفعوه بالطريقه هذه فوالا كيدخل بسلاسه. المهم نكمل التدخال ديالو ونجيبو هنا. الاخوان وصلنا للمرحله الاخرى. دابا كما كتلاحظوا جا عندي السلك شويه شايط، يعني انا عندي به غرض يوصل هنا باش الكاميرا تلصق هنا. صافي هذا هو الهدف ديالي. دابا بويسكو السلك شاط شنو نديرو ليه؟ ندفعوه بهذه الطريقه هذه، غادي تخشى وراه هاد البلاستيك هذه، ولا ضرر لا ضرار. المهم ناخذو داك القياس اللي بغينا فقط هو اللي غادي نحتاجو صافي باش نلصقوا الكاميرا ديالنا ديال اللور ان شاء الله. كما كتلاحظوا الاخوان ها الفينيسيون ديالنا، ها هو السلك هذا خرج لينا، ودابا خصني نسد الكوفر باش نشوف الكاميرا فين تجي، واش هنا ولا هنا. المهم نحاول نشوف الزاويه، وهذه هي الكاميرا ديالنا، ها هي فيها اللصقه صافي غنسد الكوفر. انتما الاخوان انا لصقت الكاميرا ديالي هايا بهاد الشكل هذا، هايا او ميليو. و المهم اختاريت لها احسن اونغل، و البرونشمون ديالها ها هو خشيتو هنا لداخل. دونك هنا غادي يبقى غير هذا اللي خارج، وانا بينا عليه السلام. وهاد البرونشمون هذا كنديرو من هنا من الداخل باش هنا
هاد الزلده هادي ما يدخلش لينا الماء ولا شي قطرات ديال الماء ولا داكشي، دونك كنخليوها من هنا من الداخل. ونتاكدوا من انه الكوفر كيتسد بالطريقه هذه. شوف ورايا الكاميرا هاهي، ما عرفتش واش كتشوفوها ولا لا، المهم انا باينه ليا صافي. ونمشيو نديماريو الطوموبيل ونتاكدوا واش كلشي مزيان، كلشي كيسجل. وبالنسبه لهاد الكاميرا هادي راه كتجي ب كارت ميموار 128 جيجا. نشوف نديرها مارش. فوالا هما لي ليد شاعلين. فوالا هاهي بدات كتسجل. فوالا نمشيو هنا ما عندنا حتى شي ايرور. هانتوما نو ميساج نو ايرور. ونمشيو نحلو الكوفر عاوتاني ونتاكدوا انه الكاميرا ديالنا خدامه والطوموبيل امارش. هانتوما كما كتلاحظوا ها هو الليد ديالنا ها هو شاعل، دونك الكاميرا ديالنا خدامه ولله الحمد. نحيدوا هاد ستيكر دو بروتيكسيون باش تعطينا تصوار عالي الجوده. نريقلوها شويه صافي صافي. ونسدوا الكوفر ديالنا وحنا دابا مبروتيجين من هادوك الناس اللي كيديروا المشاكل في الطريق وكيهربوا. وها بلاصه كارت ميموار هي 128 جيجا وفيها الويفي. انا دابا غادي نتكونيكطا معاه بالويفي باش نتاكد انه كاين الصوره اللور. المهم احنا سالينا انا تاكدت بالويفي انه الكاميرا ديالنا خدامه مزيان لا القدام لا اللور. في الاخر ديال الفيديو غادي نخلي لكم كيفاش كتصور القدام واللور. واللي بغيت نشير انتباه هو انه مع الكاميرا كتجي هاد المحول ديال يو اس بي. الا ما عندكش الويفي ولا بورطابل باش تجبد لي فيديو مباشره، ديري لك هذا باش تحيد لاكارت ميموار وديرها في كلي اس بي. وكلي اس بي سواء تخشيها هنا في الطوموبيل وتقراها هنا نيشان، ولا تديرها في بي سي بورتابل. مهم هذا هو البواطه. وما تنساوش تجمعوا البلاستيك وداك الشيء دوريجين ديال الطوموبيل وتخبيوه، ربما تحتاجوا في مستقبلا. وهذا هو الفيديو ديالنا، وهاد الحلقة هي أول حلقة ديال من مدينة جديدة اللي سكنت فيها اللي هي أوتاوا. ومازال غادي يجيو إن شاء الله حلقات جداد اللي غادي نتكلموا فيهم على بزاف ديال المسائل. وبغيت غير نشير انتباه هو أنه السيارة من نهار اللي خديتها ها هو لصقت ليها هادو ديال مزيانين، كتهبط الدجاج حتى لهنا باش يدخل لك الهواء بلا ما تدخل لك الشتاء. وكاين هادو او ميم طون ديكور وكيبينوا كيبينوا من هنا، كيبان من هنا. تيعاونوا انه الريح الايروديناميك ديال الريح كتضرب بحال هكا وكتمشيو باش ما يكونش هذاك. ومازال دي زاكسسوار اخرين غادي نزيدهم ان شاء الله، غادي نزيدهم وغادي نوريهم لكم، بقاو معنا. مهم ولصقت هادو هاد الجلدات هادو لحمايه السياره من الضربات الى كان حداك شي طوموبيل باش ما تضربهاش. وهاد الجلدات هادو على ود ايامات الثلج والشتاء. ومازال غادي نزيدو دي زاكسسوار واللي غادي نبارطاجيهم معاكم. مثلا هادو ديكور دي زيلغون، انا غادي نركبهم دابا ونوريكم كيفاش طلعوا. كاين هذا ديال الكربون، كاين هاد لي رينغز، الكراسه ديال الجلد،
هادو كاملين حيت هي دوريجين ما فيهاش الجلد، هي زي توب، ولكن شوف المنظر ديالهم ولات كتبان دوريجين جلد. مهم كاين غادي نبارطاجي معكم دوطخ اكسسوار ان شاء الله. هذا ديال الجلد، ها هو كربون وجلد. مهم الاخوان ها هما الديكورات، ها هما ركبوا كما كتلاحظوا، عطاو شكل رياضي للسياره. انا نوريكم الجهه اخرى، ها هما عطاو شكل رياضي وانسيابي للسياره. وكما وعدتكم غادي ان شاء الله غادي نديرو حلقات، كل ما كان شي حاجه جديده غادي نديرو حلقات اخرى، بما فيها حلقه ديال دابا ركبنا الكاميرا في هاي كما كتلاحظوا في الراف كات 2023. المره الجايه غادي نركبو نفس الكاميرا في كورونا 2020، وبقاو معنا ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله ان شاء الله. كنتم مع حفيظ فلوغ من اوتاوا، مع السلامه.